بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. ان شاء الله هنبدا مع بعض النهارده في السيشن رقم 4. احب افكرك بالسيشن رقم 3 كانت بتتكلم عن ايه. اهم الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في السيشن رقم 3 ان احنا اتكلمنا عن تاريخ الجافا. الجافا دي اتعملت ايه من امتى ومين اللي عملها وكانت معموله ليه اساسا واصبحت ايه في الاخر. بعد كده اتكلمنا عن مزايا الجافا وقلنا ميزتين ايه هم المالتي ثريدنج، وتعرفنا يعني ايه المالتي ثريدنج، وقلنا موضوع الثريد ان شاء الله ده شابتر معانا هنتكلم فيه. زائد كمان اللي احنا اتكلمنا عن ميزه البلاتفورم اندبندنت، وعرفنا يعني ايه بلاتفورم، وعرفنا يعني ايه بلاتفورم اندبندنت، وكمان عرفنا يعني ايه جي ار اي، وعرفنا يعني ايه جي دي كي، وعرفنا يعني ايه جي في ام، وايه فائده الجي في ام. كل ده عرفناه المره اللي فاتت، وكمان وريتك السوفت وير بتاع الجي دي كي وازاي تسطب. النهارده بقى هنتكلم في ايه؟ النهارده هنتكلم في الميزه رقم 3. الميزه رقم 3 بتاعت الجافا مهمه جدا يا اخوانا، لانها في موضوع مهم جدا في الميزه رقم 3 دي. الميزه رقم 3 بتقول ايه؟ بتقول ان الجافا از اوبجكت اورينتد بروجرامينج. فاحنا هنتكلم النهارده عن الاوبجكت اورينتد بروجرامينج وليس عن مبادئ الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. هو في فرق يا باشمهندس؟ اه طبعا، المبادئ حاجه ويعني ايه اوبجكت اورينتد حاجه ثانيه. فانا يهمني النهارده اني افهم يعني ايه اوبجكت اورينتد بروجرامينج. قبل ما افهم المبادئ لازم اعرف يعني ايه اوبجكت اورينتد، لان يا اخوانا معظم الناس واخده الاوبجكت اورينتد على انها شويه قواعد، شويه قواعد احنا بنحفظها وخلاص، شويه قواعد احنا بنعرفها، شويه قواعد احنا فاهمينها وخلاص. لكن لو فهمت الاوبجكت اورينتد اساسا فكرتها ايه ومعموله ليه، الموضوع القواعد ده بالنسبه لك مش هيسبب اي مشكله ان شاء الله. فانت لما تفهم الاوبجكت اورينتد معموله ليه وفكره عملها ايه، الموضوع ده هيسهل عليك فهم الاوبجكت اورينتد، والموضوع ده هيفرق معاك كتير جدا باذن الله. هنوضح ما هي الاوبجكت اورينتد، مفهومها ايه، يعني ايه اوبجكت اورينتد. علشان نوضح يعني ايه اوبجكت اورينتد، تعالى ناخد مثال بسيط جدا. افترض معايا ان في برنامج احنا عاملينه، البرنامج ده مثلا برنامج شؤون عاملين، برنامج اتش ار. برنامج احنا عاملينه برنامج شؤون عاملين لشركه معينه. البرنامج ده فيه موظف شغال عليه. فجاله موظف زميله بيقول له انا عايز اعرف مرتبي كام الشهر ده. بيقول انا عايز اعرف هقبض كام الشهر ده. فهيتكلم معاه يقول له عايز اقبض كام؟ عايز اعرف مرتبي كام؟ فهيرد عليه يقول له ايه؟ يقول له انت شغال ايه؟ يقول له والله انا شغال مثلا مهندس. الموظف ده هيروح يعمل ايه؟ هيروح يدور في البرنامج، هيقول له مثلا ايه؟ هيدخل البرنامج مهندس. فالبرنامج المفروض هيرد عليه ويقول له المهندس يبقى مرتبه كذا والجزاءات كذا، فهيرجع له المرتب بتاعه. تعال بص على البرنامج ده من وجهه نظر ناس مبرمجين اللي هو احنا يعني. لو انت بتعمل البرنامج ده اهو هتعمله ازاي؟ هقول له والله لو مهندس يبقى مرتبه كذا في كذا بالجزاءات بتاعته في عدد ايام الحضور في الاجر في الساعه بالكلام ده كله. لو محاسب يبقى مرتبه كذا والاجر في الساعه كذا والجزاءات بتاعته كذا وعلاواته كذا يبقى مرتبه كذا. شوف 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 هيبقى البرنامج بتاعك كله لو كذا لو كذا لو كذا لو كذا، صح ولا لا؟ هيبقى ده منظر البرنامج بتاعك طبعا بجمله اف. انا عايز اسالك سؤال، افرض الشركه عينت مهنه جديده، يعني انت عامل حسابك ان البرنامج ده مثلا لو محاسب يبقى كذا، لو مهندس يبقى كذا. افرض مثلا الشركه عينت مهنه جديده، عينت مثلا يا سيدي اوفيس بوي. طب العمل ايه؟ قال لك هضطر انا كمبرمج اروح افتح الكود بتاعي ده اهو واضيف كود لو اوفيس بوي يبقى المرتب بتاعه كذا كذا كذا. قال لك ده يتطلب ان انت بعد ما عدلت في الكود لازم تعمل كومبايل من اول وجديد. وهو ده الاسلوب القديم في البرمجه، يركز يركز ازاي ان المرتب بيتحسب. لو مهندس يبقى كذا، لو محاسب يبقى كذا، لو مش عارف ايه يبقى كذا.
ده بيقولوا عليه الاستراكشر بروجرامنج، انه بيركز على الفانكشن اللي انت عايز تعملها، عايز تحسب مرتب ازاي، فبتبتدي تشغل بالك طيب المهندس بقى الاجر في الساعه بتاعته قد ايه، مشتغل قد ايه، وبنخصم منه ضرايب قد ايه، يبقى له قد ايه. ده الاسلوب القديم في البرمجه، وده عيوبه ان لو حاجه ظهرت جديده انت بتضطر مثلا ايه تعدل في الكود بتاعك وتعمل كومبايل من الاول وجديد، الا بقى لو رحت خزنت بقى ايه المهنه مثلا في داتا بيز وتستدعيها من الداتا بيز والكلام ده كله. لكن انا عندي فكره تانيه، ايه رايك نفكر باسلوب تاني؟ هو مش النظام ده قائم على ايه؟ قال لك قائم على التعامل ما بين الكائنات مع بعضها. يعني ايه؟ قال لك اساسا قايم على ان في موظف عايز يعرف مرتبه كام، فقام راح باعت رساله او اتكلم مع موظف تاني قال له والله انا مرتبي عندك قد ايه؟ فقام الموظف ده دور عنده في البرنامج بتاعه على مرتب الموظف ورد عليه وقال لي مرتبك كذا 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 كذا. يبقى النظام ده قائم على التعامل مع الكائنات مع بعضها، وده بيقول له انا عايز مرتب، فده يرد عليه يقول له والله انت شغال ايه، يقول له انا شغال كذا. يبقى نتيجه تفاعل الكائنات مع بعضها البعض، ونتيجه ان ده بيكلم ده ده بيكلم ده، خلاص يبقى البرنامج بتاعنا ممكن يقوم نتيجه تفاعل كائنات مع بعضها البعض، يخلي البرنامج بتاعنا مجموعه من الكائنات تتفاعل مع بعضها البعض، ونتيجه تفاعل الكائنات مع بعضها البرنامج بتاعنا يشتغل. فجاء مثلا اهو اوبجكت، وده اوبجكت، ده كائن وده كائن وده كائن، نتيجه تفاعلهم كلهم مع بعض، ده بيتكلم مع ده وده بيتكلم مع ده وده بيتكلم مع ده، يحصل ايه؟ يحصل ان البرنامج بتاعنا يؤدي الوظيفه اللي هو عايزها. عارف بقى دلوقتي ان في ناس تقول لك ايه، في اسئله كتيره جدا انت عايز تسالها لي دلوقتي، تقول لي طب ازاي انا هعمل الكائنات دي في البرنامج، وازاي البرنامج بتاعي هيبقى اساسا كائنات بتتكلم مع بعضها، وهم ازاي اساسا هيتكلموا مع بعض. انا عارف ان في اسئله كتير جدا، بس تعالى نخلي كل حاجه في وقتها. يعني كل حاجه هتتقال ازاي، ازاي ده عباره عن اكواد هتتكتب، ولكن افهم معايا الاوبجكت اورينتد فكرتها ايه. فكرتها ان البرنامج ما يبقاش شويه اكواد احنا مركزين على الوظيفه وخلاص، لا احنا نركز على الاشياء اللي بيتكون منها السيستم، ان انا عندي موظفين بيتكلموا مع بعض، وبعد كده نشوف احتياجاتهم ايه. المهم انا بقى عندي ليك سؤال دلوقتي، انت دلوقتي بنيت كلامك كله ان في اتنين كائن بيتكلموا مع بعض، ده كائن وده كائن. طب افرض يا اخي الشركه عينت واحد كمان، طب ما انا كده هضطر اغير ايه؟ اغير في البرنامج بتاعي واعمل كائن تاني جديد. لا ليه يا سيدي؟ لا الكلام معناه كده، انا اصل انت مش واخد بالك من الحاله. ايه رايك نحط وصف ثابت للموظفين بتوع الشركه؟ يعني ايه وصف ثابت؟ هنروح مثلا على الايه؟ على الشركه اللي احنا نعمل لها البرنامج. انت يا سيدي الموظف عندكم ايه مواصفاته؟ يقول لك مثلا مواصفاته اللي هو له ايه؟ له رقم، اللي هو له اسم، اللي هو له وظيفه، اللي هو له مرتب. دي مواصفات الموظف عندنا. ايه تاني؟ في حاجه تانيه عايز تعرفها؟ قال لك عايز اعرف العمليات بتاعته، ايه هي العمليات بتاعت الكائن ده؟ انتوا عندكم الموظف مطلوب منه يعمل ايه؟ قال لك والله مطلوب منه انه يشتغل. قال لك مطلوب منه برضه بيزوغ. فانت عايز تقول ايه؟ ان ده كله على بعضه وصف ثابت للموظفين بتوع الشركه. اي موظف في الشركه هيبقى له الوصف ده، اي موظف في الشركه هيبقى له رقم، اي موظف في الشركه هيبقى له اسم، اي موظف في الشركه هيبقى له وظيفه، اي موظف في الشركه هيبقى له مرتب، اي موظف في الشركه هيبقى مطلوب منه اللي هو يعمل عمليات زي ايه؟ قال لك انه يشتغل، انه يزوغ، انه اي حاجه، يعني حاجه ان الوصف ده هيبقى لكل الموظفين اللي في الشركه. طب لما انت حطيت مثلا وصف ثابت للموظفين بتوع الشركه، انت استفدت ايه؟ قال لك انا استفدت كتير قوي. ازاي يعني؟ مش فاهم. قال لك اصل انت مش واخد بالك، ما انا بقى هعمل كائن من هذا التصنيف. الكائن ده هيبقى له ايه؟ قال لك هيبقى له رقم.
وهيبقى له اسم وهيبقى له وظيفه وهيبقى له مرتب. طب ما تيجي نعمل كائن كمان اهو. الكائن ده برضه هيبقى له ايه؟ قال لك لازم يبقى له رقم ويبقى له وظيفه ويبقى له اسم ويبقى له مرتب. قال لا، طب ما هو ده يا باشمهندس الكائن ده هو ده. قال لك لا، نتيجه اصل انا هنا هحط ايه؟ هحط هنا رقم 101، يعني الموظف ده رقمه 101 واسمه ابراهيم والوظيفه مهندس ومرتبه مثلا 100 جنيه، لكن ده قال لك لا ده انا هخلي الرقم ده 102 ومرتبه مثلا 1000 جنيه واسمه علي والوظيفه محاسب. قال لك نتيجه اختلاف القيم بتاعت الخصائص ينتج مجموعه من الكائنات، كل كائن مستقل بذاته. صح ولا لا؟ لو دي الخصائص فاحنا كلنا لنا نفس الخصائص، ولكن اختلاف القيم هنا عن اختلاف القيم هنا ينتج ان ده اوبجكت، ده كائن وده كائن. صح ولا لا؟ انا عايز البرنامج بتاعي يبقى كده. طب وانت يا اخي مستغرب ليه؟ تصدق ان انت شفت الكائن ده قبل كده؟ هتقول لي لا انا ما شفتوش. هقول لك لا انت شفته. عارف امتى؟ عارف وانت مثلا بتلعب فيفا؟ ايه اللي بيحصل؟ اهو المبرمج اللي عمل الفيفا عمل ايه؟ راح عمل وصف ثابت لاي لاعب. الوصف ده ايه؟ قال لك اللعيب اللي بيلعب كوره مواصفاته ايه؟ قال لك والله مثلا نخلي له اسم ونخلي مثلا له البلد اللي هو بيلعب ليها الناشونال بتاعه، ونخلي له مثلا لون الملابس بتاعته الكلر، ونخلي له مثلا رقم الفانيلا بتاعته. تعالى مثلا اعمل لك اوبجكت، اعمل لك بلاير، اعمل لك لاعب. اللاعب ده هيخلي اسمه ايه؟ اخلي اسمه إيه؟ ميسي، واخلي الناشونال بتاعته مش عارف ارجنتيني، واخلي الملابس بيلبس احمر، واخلي الرقم بتاعه 10. قال لك نتيجه هذه الخصائص يطلع لك مين؟ يطلع لك اوبجكت ميسي. نعمل اوبجكت تاني، اوبجكت تاني نعمله ايه؟ قال لك برضه بيلبس احمر ولكن رقمه 22، ولكن مثلا الجنسيه بتاعته مصري. قال لك يطلع ابو تريكه. نتيجه اختلاف الخصائص مع بعض يطلع لاعب بشكل مختلف ويطلع لاعب تاني بشكل مختلف. كل لاعب له خصائص، الطول والعرض واللي مش عارف ايه والسرعه بتاعته وكل الكلام ده. نتيجه اختلاف الخصائص ده عن ده يطلع قدام عينيك اوبجكت مختلف عن الاخر. عارف مثلا لما تلعب ريد اليرت، انت لما تيجي تضغط هنا عشان تعمل مثلا جندي، فهو عامل ايه؟ مثلا عامل مثلا كلاس، عامل تصنيف للجندي. الجندي مثلا لكله ايه؟ لكله اي دي، ولكله الهيلث بتاعته، الصحه بتاعته، لكله اي حاجه. فيجي مثلا يعمل كائن من ايه؟ من التصنيف ده، يخلي مثلا اي دي بكذا والهيلث بتاعته ب 100. وايه العمليات المطلوب منه؟ العمليات المطلوبه منه انه يكل، انه يموت، انه يفوق، ووك اب، عمليات مطلوبه منه. فيجي مثلا اوبجكت لما تيجي انت مثلا تدوس على مثلا على جندي مثلا معين، تيجي تدوس على ده يطلع لك كائن بيجري كده قدامك، تيجي تدوس على واحد تاني يطلع لك كائن تاني، فتيجي تلاقي جندي بيطير وجندي ماشي على رجله، ايه الفرق؟ قال لك ده خاصيه في اللي هو ده بيطير لكن ده ما بيطيرش. تيجي مثلا تضرب حد معين، يعني دي مثلا ايه؟ كائن يضرب كائن تاني، تلاقي مثلا الهيلث بتاعته يقول لك ايه؟ ده الهيلث بتاعته قلت شويه، ليه؟ هو عباره عن متغير بيقلله وبينقصه. معنى كده ايه؟ معنى كده ان البرنامج بتاعك شويه كائنات مع بعض بيتفاعلوا مع بعض. عارف انت مثلا الكائن ده مع الكوره اهو، اهو الكوره ده اوبجكت والكائن ده اوبجكت. عارف انت لما يديها لواحد تاني صاحبه، فصاحبه ده مثلا اوبجكت تاني، فاوبجكت بيدي اوبجكت لاوبجكت، فالاوبجكت اورينتد. يعني الفيفا دي مثلا بيتكلم اوبجكت اورينتد، اوبجكت بيتفاعل مع اوبجكت، فتلاقي ان السيستم قدام عينيك كله بيتفاعل مع بعضه والحركه بتتفاعل مع بعضها، تلاقي السيستم قدامك شغال زي ما انت شايفه كده. نطلع من ده كله بايه؟ نطلع ان الاوبجكت اورينتد بتحاكي الاشياء، طريقه في البرمجه لمحاكاه شيء معين. بمعنى ان انا نعمل مثلا تصنيف لشيء معين. تعال نعمل تصنيف للموظف. ده وصف ثابت لاي موظف في الشركه. اي موظف هيبقى له اي دي، اي موظف هيبقى له نيم، اي موظف هيبقى له مثلا جوب. الوصف ده بيشمل حاجتين، اول حاجه الخصائص، خصائص اي موظف. ثاني حاجه العمليات، العمليات المطلوبه من الموظف.
الموظف مطلوب منه انه يشتغل، انه يمضي. فدي خصائص الموظف، ودي الايه؟ ودي العمليات المطلوبه من اي موظف. هذا الوصف بيشمل ايه؟ بيشمل الخصائص والعمليات لاي موظف في الشركه بتاعتنا. الوصف ده بقى بيقولوا عليه ايه؟ كلاس. لو انا سالتك سؤال وقلت لك ما هي الكلاس؟ ترد عليا تقول لي ايه؟ تقول لي هو وصف ثابت لشيء معين. اي شيء؟ static definition of thing، وصف ثابت لشيء معين. اي شيء انت عايز توصفه اوصفه، بس الوصف يشمل حاجتين، خصائص وايه؟ وعمليات. ممكن ما يبقاش له خصائص، ممكن ما يبقاش له عمليات، على حسب الشيء اللي انت بايه بتوصفه. تيجي بقى تعمل مثلا موظف في الشركه، ادي الموظف اهو، وده موظف تاني في الشركه، كل بقى موظف من دول له نفس الخصائص، ولكن اختلاف القيم بتاعت الخصائص يؤدي الى اختلاف الاوبجكت عن بعضها البعض. بمعنى الاي دي هنا 100، لكن هنا الاي دي 101. إيه الوظيفة هنا؟ انجينير، لكن الوظيفة هنا مثلا اكاونت، محاسب. قال لك مثلا الاسم هنا ابراهيم، قال لك مثلا الاسم هنا زياد. هي نفس الخصائص، ولكن القيم هنا مختلفة عن القيم هنا، ينتج اتنين اوبجكت مختلفين. انا البرنامج بتاعي لما يجي يتنفذ انا يهمني الكائنات تتفاعل مع بعضها. الكائنات دي هتطلع من ايه؟ هتطلع من وصف ثابت، الكائنات دي يقولوا عليها اوبجكتس. عندنا كلاس وصف ثابت لشيء معين، ومجموعه من الكائنات هتطلع من هذه الكلاس. تيجي بقى تسالني وتقول لي ايه؟ قول لي طب انا باشمهندس دلوقتي ازاي هعمل الكلاس؟ ازاي هنعمل الخصائص ونعمل العمليات اللي انت عمال تتكلم فيها دي؟ وازاي الاوبجكت ده والاوبجكت ده هيتعمل؟ وازاي الاثنين دول هيتكلموا مع بعض؟ وازاي هيتفاعلوا مع بعض؟ وازاي السيستم بتاعي هيشتغل؟ كل الاسئله دي اللي انت بتسالها هو ده الكورس. هنتعلم ازاي نعمل اوبجكت، هنتعلم ازاي نعمل كلاس، هنتعلم ازاي الاثنين اوبجكت دول هيتفاعلوا مع بعض، والسيستم بتاعي هيطلع ناتج ازاي. كل ده هنتعلمه مع بعض في الكورس. اهم قاعده عايزك تطلع بيها من السيشن دي ان الاوبجكت اورينتد بتحاكي الاشياء. اي شيء انا اقدر اوصفه، القلم اقدر اوصفه، السمكه اقدر اوصفها، الشاشه اقدر اوصفها، اي حاجه من حواليك تقدر توصفها، ومن هنا تقدر تستنتج قواعد الاوبجكت اورينتد. زي مثلا الوراثه، ما هو كائن بيورث من كائن، والكائن الثاني بيورث منه، فمن هنا جت فكره مبادئ الاوبجكت اورينتد. تعالى بقى، المفروض دلوقتي ان انا هقول لك بقى ازاي تعمل كلاس، وازاي خصائص دي بتتعمل، وازاي العمليات بتتعمل، لكن تعالى برضه ناخد مثال ثاني على الاوبجكت اورينتد. تخيل مثلا معايا ان احنا بنعمل برنامج لمحل ملابس. احنا قررنا ايه؟ قررنا ان احنا نعمل البرنامج بتاعنا ده بطريقه الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. معنى كده ايه؟ معنى كده ان الاوبجكت اورينتد بروجرامنج هي طريقه في البرمجه وليست لغه برمجه. طريقه في التفكير، اسلوب في التفكير. تخيل كده السيناريو ده. ان انا مثلا عندي العميل داخل المحل اهو. هيتكلم مع مين؟ انا هيتكلم مع الموظف. فده العميل، لكن ده الموظف. فبيقول لي والله انا مثلا عايز اشتري تيشيرت. فالتيشيرت اهو. طيب يا سيدي هتدفع ازاي؟ قال لك والله انا هدفع بالفيزا بتاعتي. فالمحل عنده ايه؟ فالمحل عنده ماشين بتاعت الفيزا، عشان الراجل باستخدام الكارت بتاعه يقدر ايه؟ يقدر يدفع باستخدام الفيزا بتاعته. هنعمل ده البرنامج ده ازاي؟ قال لك بصراحه مش انت اللي هتعمله. في ناس هتشتغل قبل منك، انت راجل ديفلوبر. في ناس قبل منك هيخشوا المحل ده. قال لك هما الاناليسز والديزاين. الاناليسز ومين والديزاين؟ ناس محللين ومصممين للاوبجكت اورينتد بروجرامنج. وظيفتهم ايه؟ وظيفتهم ان هم يحددوا الاشياء بتاعه هذا السيستم. هم ده طريقه فكر الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. هم وظيفتهم ان يحددوا السيستم ده ايه هي الاشياء اللي فيه. هقول له والله انا عندي عميل، هقول له والله انا عندي موظف، هقول له والله احنا عندنا شيرت، هقول له والله احنا عندنا ماشين، الماشين بتاعه البنك. ياخدوا بقى مثلا على سبيل المثال هياخدوا الماشين بتاعه اهي، يعمل ايه؟ يبتدي الاناليسيس والديزاينر يعملوا ايه؟ يحددوا مواصفات الماشين دي. نقول مثلا الماشين دي ليها الموديل بتاعها، ليها النوع الطير، ليها البنك اللي هي تابعه ليه.
ده مواصفاتها. طيب بالنسبة للعمليات بتاعتها، قال لك بالأول مثلا بتعمل عملية تشيك، بتفحص هل مثلا الرصيد بتاع الشخص ده يسمح ولا لا. طيب بيعمل عملية إيه؟ عملية خصم ديسبوز مثلا، بيخصم بقى اللي هو سعر التيشيرت من الرصيد بتاع الراجل. كل دي العمليات والخصائص بتاعت الماشين. البرنامج بتاعك بقى هيعمل ايه؟ قال لك هيعمل مثلا ماشين، نقول مثلا المحل ده عنده مثلا ايه، ماشين واحده بس، يبقى هيبقى فيه اوبجكت. نحط بقى الموديل مثلا سوني، هنحط النوع ولا الكلر احمر، هنحط البنك الاهلي. عندنا ماشين تانية في البرنامج بتاعنا، هنعمل ماشين تانية، نحط مثلا الموديل بتاعتها مثلا برضو نخليها سامسونج. طيب بالنسبة للكلر نخليه مثلا ازرق. البنك اللي هي تابعة ليه، البنك مثلا بنك مصر. ادي ده طلع اوبجكت، وده اوبجكت تاني خالص، وكل واحد له خصائص بتاعته بقيم مختلفه. انا كبروجرامر وظيفتي ايه؟ انا كبروجرامر هجيل الحاجات دي، هجيل الكلاسز دي، انا مطلوب مني اللي انا اعملها، مطلوب مني اللي انا اكتب الكود اللي يطلع ايه؟ يطلع مجموعه من الاوبجكت مع بعض يتفاعلوا مع بعض. الكلام ده اللي احنا ان شاء الله هنعرفه في الكورس بتاعنا من خلال ايه؟ هذه السلسله. كده يبقى احنا كده وصلنا لنهايه هذه السيشن. السيشن دي الغرض منها حاجه واحده بس، زي ما انا قلت في البدايه، ما هي الاوبجكت اورينتد؟ الاوبجكت اورينتد طريقه في البرمجه، فكر في البرمجه، ان انا بحدد الاشياء اللي في السيستم بتاعي. بعد كده ابتدي بقى ايه؟ نبتدي نتعلم مع بعض الاوبجكت ده هيتعامل ازاي؟ الكائنات دي هتتعامل ازاي مع بعضها؟ اتمنى من ربنا ان احنا نكون وضحنا يعني ايه اوبجكت اورينتد وطريقه شغلها ازاي؟ ده بالنسبه للسيشن رقم 4. ان شاء الله في السيشن رقم 5 هنبتدي بقى مع بعض نكتب كود ونشوف الكلاس دي بتتعمل ازاي، وازاي هنعرف الخصائص ونعمل الميسز او معنى اصح العمليات ازاي؟ اشوفكم ان شاء الله في السيشن 5 بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.